بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم طلبة وطلاب الصف الثاني الاعدادي. النهاردة ان شاء الله درس جديد من دروس التاريخ، بنكمل معاكم اسبوع شرح الثانية اعدادي. فالنهاردة هناخد درس التاريخ بعنوان ظهور دول المستقلة في مصر. دول مستقلة، ايوه، استقلت عن مين وفين وليه، ده درسنا. ظهور الدول المستقلة بقول لك يعني ايه دول مستقلة واستقلت عن مين. بقول لك الدول المستقلة ظهرت في مصر واستقلت عن الخلافة العباسية الموجودة في بغداد. فأول سؤال يجي يقول لك بما تفسر ظهور الدول المستقلة في مصر، ليه ظهرت الدول المستقلة في مصر؟ فبقول أول سؤال أنت بتقولي بتستقل عن مين؟ عن الخلافة العباسية، يبقى بسبب ضعف الخلفاء العباسيين وخصوصا في العصر العباسي الثاني. في العصر العباسي إيه؟ الثاني. يبقى بسبب ضعف الخلفاء العباسيين وخصوصا في العصر العباسي إيه؟ الثاني، اللي احنا قلنا كان عصر كله انهيار وضعف استمر حوالي 400 سنة. تاني حاجة بقول لك اللي جرى الدول دي اللي هي تستقل عن الخلافة العباسية، ان الخلافة العباسية اصلا استعانت بعناصر غير عربية، وده كان من اسباب سقوط الدولة العباسية. استعانت بعناصر غير عربية زي الفرس وزي الاتراك، زي الفرس وزي ايه الاتراك، في الجيش والادارة، في الجيش وايه والادارة، خلى للعرب يبقوا في نفسيتهم شوية من العيب من العباسية. تاني سبب بقول لك استعانت الخلفاء العباسية بالفرس والأتراك في الجيش وفي الإدارة، في الجيش وفين وفي الإدارة. ثالث سبب بيخلي الدول المستقلة اللي في مصر تستقل عن الخلافة العباسية اللي موجودة في بغداد، قالوا هو احنا فين وهو فين، احنا فين كولاة في مصر والخليفة العباسي فين. يبقى سبب ثالث حاجة بعد مصر عن مركز الخلافة في بغداد، بعد مصر عن مركز الخلافة في ايه؟ في بغداد. ما كانش في بقى لا نت ولا اتصالات ولا تليفونات ولا اي وسائل اتصال تخلينا فيه اتصال بيننا وبين الخليفة، بيننا وبين ايه الخليفة. يبقى اول سؤال بما تفسر ظهور الدول المستقلة في مصر، يبقى بسبب ضعف الخلفاء وخصوصا في العصر العباسي الثاني. تاني حاجة بقول بسبب استعانة الخلفاء العباسيين بالفرس والأتراك، وده خلى فيه تنافس وكره بين العرب وبين العباسيين. تالت حاجة بقول احنا فين وهم فين، يبقى بسبب بعد مصر عن مركز الخلافة في بغداد. ظهور الدول المستقلة في مصر خد شكلين، في استقلال كان شكلا يعني كده وكده، يعني ايه كده وكده؟ يعني الخليفة العباسي اللي في بغداد هو اللي بيعين الوالي والحاكم في مصر، والحاكم اللي في مصر بيدعو له على المنابر وربنا يخلينا الخليفة العباسي. بنقول زي ايه؟ بنقول زي الدولة الطولونية، الاخشيدية، الايوبية والمملوكية. يبقى اولى الدول اللي استقلت عن الخلافة العباسية في مصر كانت مين؟ الدولة الطولونية، كانت الدولة ايه؟ الطولونية. اول واحدة استقلت كانت الدولة ايه؟ الطولونية. من الدول اللي استقلت شكلا الدولة الطولونية، الدولة الاخشيدية، الايوبية وكمان المملوكية. احنا اتفقنا خلاص ان اول دولة استقلت كانت الدولة الطولونية، طب اخر دولة استقلت كانت الدولة المملوكية، كانت الدولة ايه؟ المملوكية. يبقى اخر دولة استقلت عن الخلافة العباسية اخر كانت مين؟ الدولة المملوكية. طب في دول استقلت عن الخلافة العباسية استقلالا تاما، ماليش دعوة بيكي، لا هدعيلك على منابر ولا هاخد رأيك في حاكم ولا ليا دعوة بيكي خالص. مين هي كانت دولة؟ اسمها الدولة الفاطمية. اسمها الدولة ايه؟ الفاطمية. يعني استقلت عن الخلافة العباسية تماما، ملهاش دعوة بيكي. الفاطمية قالت انا مفيش اصلا خليفة عباسي. يبقى الدولة الفاطمية استقلت عن الخلافة العباسية تماما. الدولة الفاطمية اكنها كانت المنافس بتاعت الدولة العباسية، حتى راسها راس براس الخلافة العباسية. تعال كده نشوف درس النهاردة ونتكلم عن الدولة الفاطمية. عيد للشاطرين ونقول في استقلال تام زي مين؟ زي الدولة الفاطمية، زي الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية يا حلوين دولة سهلة خالص، من اسمها فاطمية بتنتسب إلى فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. يبقى الدولة الفاطمية تنسب لمين؟ لفاطمة الزهراء، بتنسب إلى فاطمة الزهراء. الدولة الفاطمية بتدين بالدين الإسلامي، بس على المذهب الشيعي، بس على المذهب
الشيعي. يعني ايه مذهب الشيعي؟ بقول لك احنا موافقين ان انتوا عايزين يبقى في خليفه على المسلمين، بس على شرط يكون من نسل علي ابن ابي طالب. يبقى المذهب الشيعي كانوا بيدينوا الاسلام على المذهب الشيعي. يعني المذهب الشيعي بيقولوا ان الخلافه تفضل في نسل علي ابن ابي طالب. الدولة الفاطمية هتقوم فين؟ قال لك هي قامت في بلاد المغرب العربي على يد ايه؟ أبو عبيد الله المهدي. أبو عبيد الله ايه؟ المهدي. يبقى قامت على يد مين؟ أبو عبيد الله المهدي في بلاد المغرب. المغرب، طب واللي خلى المغرب عايزة تيجي مصر ايه؟ قال لك هقول لك يا سيدي. يجي يقول لك بما تفسر ضم الدولة الفاطمية لمصر؟ ليه فكرت الدولة الفاطمية في مصر؟ ليه بقول لك بما تفسر ضم الدولة الفاطمية لمصر؟ ليه هي عايزة تيجي ليه مصر؟ بقول لك أول حاجة، ومين ما يحبش مصر؟ يبقى بنقول بسبب موقع مصر السياسي والجغرافي، ده احنا عندنا احسن دوله تطل على بحرين وفيها نهر النيل من انهار الجنه. بما تفسر ضم الدوله الفاطميه في مصر؟ بنفكر ليه في مصر؟ بقول اول حاجه بسبب الموقع الجغرافي والسياسي لمصر، والسياسي ايه؟ لمصر. تاني حاجه، الدوله الفاطميه اللي في بلاد المغرب جايه تاخد النعم اللي عند المصريين، يبقى بسبب ثروات مصر، بسبب ثروات ايه؟ مصر. مين ما يحبش مصر؟ اللي هي فركة كعب هتعدي كده من البحر الأحمر هتروح السعودية أو الحجاز، اللي فيها إيه؟ اللي فيها الأماكن المقدسة، فيها المسجد النبوي وفيها الكعبة المشرفة. يبقى بنقول عشان بسهولة، أما هتروح مصر وتغزو مصر وتسيطر على مصر هيسهل لها اللي هي تمد نفوذها لبلاد الحجاز والشام، لبلاد الحجاز وإيه؟ والشام. يبقى بنقول عشان تسيطر وتضم بلاد الحجاز والشام، بلاد الحجاز وايه؟ والشام. عرفتوا يا حلوين ليه الدولة الفاطمية اللي قامت في المغرب بقت خالص عننا جاية عايزة تحتل مصر وتستقل بمصر عن الخلافة العباسية؟ قلنا عشان أول حاجة موقع مصر الجغرافي والسياسي، تاني حاجة بسبب الثروات اللي بتتمتع بيها مصر، آخر حاجة عشان أسيطر وأضم على الحجاز والشام، على الحجاز وايه؟ والشام، يعني بين قوسين على الأماكن المقدسة، على الأماكن إيه؟ المقدسة اللي موجودة في بلاد الحجاز. طيب إيه استعداداتك يا دولة يا فاطمية عشان تيجي تضم حاكم اسمه بتاعهم إيه؟ المعز لدين الله الفاطمي. طيب المعز لدين الله نام وفكر وقال أنا عاوز أضم مصر، إيه الاستعدادات اللي هياخدها عشان يضم مصر، عشان يسيطر على مصر؟ بقول لك كالآتي، استعداداته عشان يضم مصر بنقول الآتي. ايه الاستعدادات؟ بقول لك يا سيدي، الدولة الفاطمية دي في ده في دولة المغرب. بنقول دول المغرب زي ما انت عارفها، المغرب العربي، المغرب تيجي بعدها الجزائر والمثلث ده دولة تونس. ده دول المغرب العربي، المغرب الجزائر وتونس دي دول المغرب العربي. بتنطلق القافلة من مدينة اسمها مدينة القيروان في تونس. مدينة اسمها مدينة القيروان ايه؟ في تونس. ومدينة القيروان دي لو انت فاكر كان اللي بناها معاوية بن ابي سفيان. مدينة القيروان دي لها ايه؟ لها صيت ولها اهمية كبيرة او استراتيجية. يعني ايه؟ قال لك من مدينة القيروان اللي في تونس ده كنا زمان بنعمل فتوحات راحت ناحية اسبانيا، راحت ناحية المغرب، ناحية الجزائر. يبقى دخل فتح الإسلام للدول دي انطلاقة من مدينة القيروان. مدينة القيروان هتمشي فيها القافلة أو هيبتدي نقطة التحول للجيش الفاطمي من هناك. هنعمل ايه؟ هنمهد الطريق من القيروان في تونس لغاية الاسكندرية في مصر، لغاية الاسكندرية في ايه؟ في مصر. يعني ايه؟ قال لك همهد الطريق قدامي، لو في حاجة مكسرة، حاجة عايزة تتصلح، انا همهد الطريق. استعدادات الجيش، اول حاجة مهد الطريق منين؟ من القيروان اللي في تونس لغاية اسكندرية في مصر. تاني حاجة قال لك انا لازم قبل ده كله معايا فلوس، الحمد لله. يبقى هو كان معاه فلوس، جمع الاموال اللازمه، كان معاه فلوس جمع الاموال.
عمل ايه بالاموال؟ مهد الطريق بين القيروان وبين الاسكندريه. تالت حاجه قال لك انا كان عندي جيش صرفت عليه تمام ومونته واديته السلاح بتاعه، يبقى بنقول هيجهز الجيش ويزوده بالمؤن والاسلحه. يبقى استعدادات الدولة الفاطمية عشان تسيطر وتضم على مصر، هتجمع الأموال اللازمة، هتمهد الطريق وهتعمل اصطلاحات في الطريق عشان الناس اللي تحب ترتاح أو تاكل حاجة. تالت حاجة أنا هعمل إيه؟ ده أنا والله مزود الجيش بتاعي بالمؤن والذخائر وكل حاجة يحتاجها. هنوصل لمدينة إيه؟ الإسكندرية، وهيدخل الفاطميين مصر بقيادة مين؟ بقيادة جوهر الصقلي. بقيادة جوهر ايه؟ الصقلي. يبقى المعز لدين الله في المغرب ادى الامر لجوهر الصقلي، قال له روح انت هتضم مصر، انت هتضم ايه؟ مصر. نتيجة مجيء جوهر الصقلي لمصر، جوهر الصقلي هيجي وهيدخل مصر عن طريق الإسكندرية. نتيجة كده ايه؟ قال لك خلاص، كانت ساعتها الدولة الإخشدية هي اللي بتحكم مصر، هتسقط الدولة الإخشدية، مش هتعرف تسيطر ولا تقف في وسط الفاطميين. تاني حاجة، بكده انتهت حكم وسيطرة الخلافة العباسية على مصر. تالت حاجة بقول مصر مركز الخلافة الفاطمية، تبقى مصر مركز الخلافة ايه؟ الفاطمية. جوهر الصقلي هيقعد في مصر 4 سنين، هيجي يبني عاصمة هيسميها القاهرة عشان تبقى قاهرة للأعداد. تاني حاجة هيعمل جامع الأزهر عشان يكون منارة لنشر الثقافة الإسلامية. تاني حاجة هيسيطر على الحجاز وعلى بلاد الشام، يبقى جوهر الصقلي هيجي يقعد في مصر 4 سنين، هيبني مدينة اسمها القاهرة عشان تكون قاهرة للأعداء وهيتخذها الفاطميون عاصمة. تاني حاجة هيبني الجامع الأزهر اللي هيكون منارة لنشر الثقافة الإسلامية للعالم. تالت حاجة بنقول هيمد نفوذه وهيسيطر على الحجاز وعلى الشام، هيضم الحجاز وإيه؟ والشام. هيخلص جوهر الصقلي بعد 4 سنين لب من الخليفة المعز، يجي بقى يقعد في القصر اللي عمله له ويشوف العاصمة اللي بنها له، يجي يحكم مصر، يجي يحكم معز لدين الله الخليفة رقم 4 في الفاطميين وأول خليفة فاطمي. الخليفة الفاطمي هيجي مصر، هيجي مصر أيوة، وما يجي مصر هيبقى ده الجرس اللي بيقول أنا بحكم مصر من خلال مدينة القاهرة، بقت مصر هي مركز الخلافة الفاطمي. الخليفة الفاطمي بيأمن حدود دولته اللي اتسعت، ده وصلت للحجاز والشام والمغرب وكمان مصر وكمان بلاد اليمن وكمان بلاد ايه؟ اليمن. يبقى عامل المعز لدين الله على تأمين حدود دولته اللي اتسعت ووصلت للمغرب اللي هو اصلا كان فيها، ومصر اللي جه عليها، والحجاز والشام وبلاد اليمن اللي ضمهم له جوهر الصقلي. المعز لدين الله بيموت، بيمسك مكانه ابنه اسمه العزيز بالله. اسمه العزيز ايه؟ بالله. الراجل ده قعد 21 سنة يحكم مصر، وكان راجل سامح، راجل كريم، خلى المصريين خلال عهده يعيش عيشة كويسة، عيشة فيها رفاهية. بعد العزيز بيجي ابنه الحاكم بأمر الله. الحاكم بأمر ايه؟ الله. طيب بعد الحاكم بأمر الله هيجي المستنصر بالله. هيجي المستنصر ايه؟ بآخر خليفة قوي في الدولة الفاطمية، في الدولة ايه؟ الفاطمية. الدولة الفاطمية قعدت حوالي 200 سنة، 211 سنة بالضبط. الدولة الفاطمية زي اي حاجة بدأت قوية هتبتدي تنهار، هيبتدي الضعف بعد خلفاء المستنصر، بعد خلفاء ايه؟ خلفاء المعز لدين الله العزيز اللي هو ابنه. بعد العزيز ما مات هيمسك الحاكم بأمر الله، بعد الحاكم ما هيموت هيمسك المستنصر، وده آخر الخلفاء الأقوياء في الدولة الفاطمية. يا ترى إيه أحوال المصريين أيام الدولة الفاطمية؟ بقولك هيهتموا بالبر والبحر، هيهتموا بالعمارة بالدواوين أو الوزارات. اشرح لي. بقول لك هيهتم بالبر، يعني يهتم بالجيش القوي عشان يأمن حدود دولته، عشان يأمن حدود دولته وعشان يحفظ الأمن والأمان. هيهتم بالبحر، يعني يهتم بالأسطول، يعني أسطول مجموعة من السفن هيهتم بيها ليه؟ بقول عشان أمن حدود الدولة اللي في سواحلها من عند المغرب لغاية بلاد الشام، عشان أحفظ وحمي السواحل بتاعتي اللي بدأ من المغرب لغاية بلاد الشام. ده أنا كمان هعمل دواوين ووزارات
الزرار زي ديوان الجند وديوان الرواتب عشان اسجل اسماء الموظفين والرواتب بتاعتهم. اخر حاجة انا هبني قصور وهبني مساجد هستخدمها لنشر الثقافة في مختلف العلوم، في مختلف ايه العلوم. يبقى احوال مصر ايام الدولة الفاطمية اهتم بالبر بالبحر بالعمارة وكمان بالدواء. واقول لك اسباب وانهيار الخلافة الفاطمية. الخلافة الفاطمية قلنا الوزراء كان هم لهم السلطة، كان هم اللي بيحددوا الخليفة الفاطمي وكانوا بيختاروه صغير السن عشان يسهل السيطرة عليه. بنقول حدث اختلاف بين اتنين من الوزراء، شاور ودرغام. حدث خلاف بين شاور وبين درغام، خلاص بنقول الخلاف ده مش بس خلاف بينهم بين بعض، ده استعانوا بقوة خارجية. بقوة ايه خارجية؟ شاور يجي يقول لك اكمل، استعان شاور بمن؟ فانت هتقول لي بنور الدين محمود. بنور الدين ايه محمود؟ قال لك لا انا عربي وهجيب واحد عربي امير دمشق. امال درغام قال لك لا انا باصص لبره، انا هستعين بمين؟ بالصليبيين. يا ترى كفت مين اللي هترجح، شاور ولا درغام؟ قال لك الاثنين كفتهم هتنزل وهيسقطوا، واللي هينتصر مين؟ قال لك جيش نور الدين محمود جاي من دمشق، جاي معاه اسد الدين شركوه. اسد الدين ايه؟ شركوه. وابن اخوه صلاح الدين. وابن اخوه صلاح ايه؟ الدين. وابن اخوه صلاح الدين اللي هنسميه بعد كده صلاح الدين الايوبي، اللي هتقوم به الدوله الايوبيه. طيب هينتصر على مين؟ على الصليبيين. يبقى اللي انتصر جيش نور الدين محمود. يعني شاور كده اللي هيمسك الحكم؟ قال لك لا، شاور قتل. طيب الخليفه العاضد اخر الخلفاء الفاطميين في مصر هيعين نور الدين محمود، هيقول له تعالى انت بقى انت الولي. الخليفه العاضد قال له عشان جهودك يا اسد الدين شيكو انا هخليك الوزير بتاعي. بيموت اسد الدين شيكو واللي بيمسك مكانه صلاح الدين الايوبي، وبكده بتنتهي الدولة الفاطمية. هنستنى دولة جديدة تظهر اسمها الدولة الايوبية على يد صلاح الدين. بتسقط الدولة الفاطمية 1171 ميلادية. يبقى استعانوا بقوة خارجية كان اسباب سقوط الدولة الفاطمية. درس سهل وبسيط، يا رب تكونوا فهمتوه ويكون درس خفيف على قلوبكم. استنى تعليقاتكم ودمتم بخير.